غفيرا كان حشد تشييع جهاد عماد مغني. شهيد حزب الله دفن في ضريح والده الذي احتضن جثمان ابنه مرة أخيرة إلى الأبد. وفود حزبية ونيابية وشعبية تقاطرت باكرا إلى روضة الشهيدين لتشييع ابن 25 إلى مثواه الأخير. حمل النعش الملفوف بعلم المقاومة على الأكف وودع بالهتاف. جهاد الصديق والزميل ترك لأحبته ذكريات عامرة بالتفاصيل. كان شخص دائما يبتكر أفكار جديدة، يحب يعمل نشاطات جديدة تعبر عن المقاومة. اللي كمان بيعرف هو شخص فنان، فنان بأفكاره، فنان بحرصه على أنه كل عمل يعمله يتقنه بشكل جيد جدا. هو شخص حنون، شخص بيسأل بشكل دائم عن كل الناس اللي ممكن يكون بيشتغل معها أو كل الأصدقاء أو كل اللي بيعرفهم. لما كان يجي يقعد جهاد تلاقي العالم كله اجت قاعدة تنبسط بقعدته، قعدته فرحة، قعدته مرحمة. بيعطي هذا الانطباع، انطباع الإنسان الحباب الخلاق الصديق اللي فعلا كنا نحن بالجامعة لما بدنا حدا، لما نعوز حدا ندق له. المشيعون لم يعزوا بجهاد بل باركوا استشهاده لأنه بنظرهم بشارة. حس بالعزة والفخر لأنه مثل ما هو بيه بطل وشهيد، وطلع من بطل تاني وشهيد في عز وفخر، مثل ما أنا اعتزيت بابني عم بعتز بكل الشهداء. كل شهيد عم يسقط هو ابني، وهذا الشهيد هو والشهداء رفقاته. هدال بإذن الله دم من هالزكية والطاهرة وما حتروح هدر. دم من بإذن الله بده يكون في نصر. مبكرا رحل جهاد لكن ابتسامته بقيت معلقة في الصور كأنها تهزأ بمن قتله. جهاد عماد مغنية شهيد ابن شهيد عماه شهيدان، إضافة إلى انتمائهم لعائلة واحدة يجمعهم الاستشهاد في مواجهة إسرائيل. ملاك خالد، بيروت، الميادين.